مشاهدينا الكرام أهلا بكم. جاءت إحاطة ولد الشيخ الطارئة لجلسة مجلس الأمن الطارئة مساء أمس الأربعاء تجدد التأكيد على مرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216، وعلى أن خطوات الحل متوازية ومن غير الممكن تشكيل حكومة قبل أن تنسحب ميليشيا الحوثي وصالح من العاصمة صنعاء. ما هو مصير الحوثيين وصالح في ضوء هذا التأكيد؟ وهل لا تزال أمامهم فرصة للمناورة؟ أم أن مجلس الأمن والرباعية الدولية قد شددوا الحصار عليهم أكثر؟ نناقش هذه المواضيع وأكثر في حلقة هذه الليلة من حديث المساء، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم من جديد. ارحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث مطهر الصفاري. مطهر اهلا بك ومساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بك. وارحب ايضا بضيفي عبر الهاتف الكاتب والباحث والمحلل السياسي محمد جمح. سيد محمد مساء الخير. مساء النور. نعم ارحب بكم جميعا. ابدا من عندك مطهر. مطهر، يعني هل وجدت يعني احاطه ولد الشيخ لمجلس الامن في جلسه الامس الطارئه بشان اليمن، هل وجدتها مفاجئه ام انها تاتي في سياق ما جرى من مشاورات سابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد ما اللي حاطت ولد الشيخ في مجلس الأمن أتت بعد ما قيل أنها مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري واجتماع الرباعية في جدة المتكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإمارات. ومضمون المبادرة كيري الذي دعا إلى تشكيل حكومة واحدة وطنية وتشكيل لجنة سماها طرف ثالث لاستلام الأسلحة من الدولة. مبادرة إحاطة ولد الشيخ هي تحمل نفس الغموض الدائم في والمستمر منذ جنيف واحد وجنيف اثنين وأيضا مشاورات الكويت. كان المعلوم أن الوفد الحكومة اليمني قد وقع على ما تقدم به ولد الشيخ المبعوث الأممي من ورقة للحل السياسي الشامل في مفاوضات الكويت، وتمنى وفد الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق والمخلوع علي عبد الله صالح. وبدلا من ذلك استمر تحالف الانقلابيين في التصعيد واعلان ما سمي بالمجلس السياسي، وهو في حقيقته مجلس رئاسي يطوي صفحه هدفه منه الى اطواء صفحه الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي. تاتي مبادره ولد الشيخ في اطار متواليه من الحديث عن التوازي والتتالي في مسألة تنفيذ المبادرة في تنفيذ الحل الشامل. هنا استطاع الانقلابيين أن يجروا الناس من مسألة تنفيذ القرار الأممي تحت الفصل السابع 2216 إلى مسألة قضايا ثانوية وهي حول تشكيل الحكومة وأيضا تسليم السلاح ومن الذي سيستلم السلاح. وهنا يعتبر مكسب للانقلابيين أنهم استطاعوا جر المجتمع الدولي إلى هذه النقطة. الحديث عن حل شامل وحل متوازي يتناقض مع صيغة أو مضمون القرار الأممي والذي يتحدث عن توالي التراتبية في تنفيذ القرار المتمثل أولا في خروج الميليشيات من المدن بالإضافة إلى تسليم السلاح للحكومة الشرعية، ومن ثم الحديث عن حكومة واحدة وطنية وتصور شامل لإنهاء المرحلة الانتقالية. نعم. والحديث عن استفتاء الدستور. نعم. بديل للرئيس عبد الرب منصور هادي. طيب مطهر اسمح لي أنتقل إلى السيد جميح عبر الهاتف. سيد جميح، هل جاءت إحاطة ولد الشيخ لمجلس الأمن في جلسة الأمس، هل جاءت مفاجأة للحوثيين وصالح الذين كانوا قد بدأوا يراهنون على تغيير في الموقف الدولي؟ والجديد في تصوري بعد التحية لك وللضيف الكريم والمشاهدين عفوا، الجديد بالإحاطة أنها وضعت نقاط على الحروف بعد أن أربكت أفكار كيري أو تصريحات كيري في مؤتمر الصحفي مع عادل الجبير في جدة. عاد ولد الشيخ ليؤكد على الثوابت الموجودة في القرار الدولي. كان كيري قد أعطى انطباعا لأن القرار الدولي قد نصف في محتواه من جهة نصف مسألة التزمين أو التراتبية الزمنية في هذا القرار، وكذلك من جهة الطرف الثالث. نعم. الطرف الثالث الذي ذكره ولد الشيخ في مبادرته الأخيرة التي يعني وقف عليها الحكومة اليمنية ورفضها الحوثيون. هذا الطرف الثالث نص على أن يتم اختيار ضباط
عسكريين من الجيش اليمني ممن لم يشتركوا في أعمال عسكرية منذ 21 سبتمبر 2014 وهو تاريخ دخول الحوثيين صنعاء. نعم. وبالتالي فسر ولد الشيخ تصريحات كيري عن الطرف الثالث بأنه طرف ثالث محلي يمني وطني وليس طرفا ثالثا عربيا أو أجنبيا كما ربما فهم من تصريحات كيري. الشيء الآخر أن التراتبية الزمنية التي فهم أنها نصفت هي أعاد ولد الشيخ ليقول بأن التوقيع سيكون على اتفاق من سلة واحدة سياسية أمنية عسكرية سيكون في مكان محدد وفي زمان محدد هذا عن التوقيع، لكن التنفيذ سيراعي كما قال الشيخ البارح بصراحة سيراعي عملية التزمين والبدء في تراتبية زمنية معينة كما ورد في القرار الدولي. طيب هو التراتبية الزمنية حقيقة كان يراها معظم المتابعين أنها موضوع الخلاف، انه نشكل الحكومه اولا بعدين ينسحبوا من المدن، ولا ينسحبوا من المدن وبعدين نشكل الحكومه، يعني رؤيه او احاطه ولد الشيخ الاخيره على ماذا اكدت بالضبط؟ كي يفهم المتابع الكريم اكثر. عفوا لو تعيد السؤال. موضوع التراتبيه المزمنه لقصه هل يشكل الحكومه اولا حكومه وحده وطنيه تتضمن الحوثيين ام ينسحب الحوثيين وميليشيات صالح من المدن، كانت هي المشكله التي اثيرت في اخر مشاورات الكويت. الان إحاطة ولد الشيخ الأخيرة بالأمس لمجلس الأمن، أي ترتيب زمني أكدت عليه وأكدت أن المشاورات ستمضي في طريقه؟ هو ولد الشيخ بالأمس ذكر أن الحوثيين كانوا موافقين أصلاً على صيغة الاتفاق، بمعنى أنه يتم الاتفاق على الحكومة ويتم الاتفاق على انسحاب الميليشيات والاتفاق على تسليم الأسلحة ويتم تشكيل اللجان العسكرية التي يسميها كل طرف مجموعة من الضباط لكل طرف مجموعة من الضباط لكل طرف الحكومة والانقلابيين يشكلون هذه اللجنة، يتم الاتفاق على كل هذه النقاط نظريا ويتم التوقيع في زمن واحد وفي مكان واحد، وهنا من ناحية التوقيع هي ألغيت مسألة التزامن، لكن من ناحية التنفيذ ولد الشيخ أكد بأنه سيقوم بتراتبية زمنية محددة، وذكر ولد الشيخ البارحة بأن الحوثيين أصلا لم يعترضوا إذا كان الاتفاق الشامل التام الكامل مكونا من جوانب سياسية وأمنية وعسكرية متكاملة في سلة واحدة غير مفصلة. ذكر ولد الشيخ البارحة بصراحة بأن الحوثيين لا يعارضون ذلك، لكن يظل السؤال إذا كانوا لا يعارضون ذلك فما هي المشكلة إذن؟ يعني لا أرى أن هناك إشكالا من أن يكون الحل أو أساس الحل شاملا ويوقع في وقت واحد وفي زمان واحد، هذا ليس الإشكال، إنما الإشكال حال التنفيذ، هل سيكون بتراتبية زمنية كما قال ولد الشيخ بأن يبدأ بسحب الميليشيات والأسلحة ثم يصار إلى الحل السياسي؟ نعم. أم أنهم سيشكلون الحكومة ثم هذه الحكومة تنزع السلاح وتشرف على سحب الميليشيات؟ نعم. لكن الموضوع معقد، يعني السلاح بالنسبة للحوثيين هو السلطة، ينبغي أن نكون واضحين، السلاح هو السلطة بالنسبة للحوثيين، لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى السلطة عن طريق السلاح ولم يصلوا إليها عن طريق الانتخابات، ولذلك من الصعب عليهم أن يسلموا هذا السلاح لأن خسارتهم للسلاح تعني خسارتهم للسلطة، لأنهم نعم. لم يصلوا إلى هذا الانتخاب والاقتراع المباشر. طيب ابقى معي سيد جميح، اعود اليك مطهر. مطهر، يعني هل تتوقع ان هذه الاحاطه الاخيره لولد الشيخ لمجلس الامن اعطت الانقلابيين الرساله الاخيره بانه امشوا مع رؤيه الامم المتحده وامشوا مع الخطوات اللي اعلنوها، وهل يعني سيستقبل طرف الانقلابيين هذه الرساله بشكل واضح ويتعاملوا معها بايجابيه؟ اود رد التحيه للدكتور محمد جميح الشخصيه الوطنيه والذي قام بدور وطني وتنويري خلال مرحله الانقلاب وأدى دوره في إيجاب في لحظة من اللحظات كانت الشرعية ضعيفة وليس لديها منابر إعلامية، شكرا له جزيلا. بالنسبة للإحاطة حتى نكون واقعيين، المجتمع الدولي لم برغم وجود قرار 22/16 تحت الفصل السابع لم يرفع أي أداة من أدوات الضغط تجاه الإنقلابيين، لا إدراج وفدي الإنقلابيين في القائمة السوداء نتيجة عرقلتهم للحل السياسي ولا مصادرة أموالهم. لك أن تتخيل منذ انطلاق جنيف واحد إلى اثنين أو ثلاثة وإلى مشاورة الكويت نحن في عملية عكسية عجيبة، يعني في الوقت الذي تفقد فيه الميليشيات سيطرتها على الأرض
وتخسر كثير من إمكانياتها وشرعيات البقاء أو شرعي لا شرعية دستورية، لا تمثل شرعية جغرافية ممتدة على مستوى الوطن، لا تمثل شرعية شعبية بحكم أصبحت يعني محصور نفوذها في منطقة معينة، الشرعية الاقتصادية لا تقدم أي خدمات للمواطنين. ومع ذلك كل هذه الخسارات التي خسرتها الميليشيات أو تحالف الانقلابيين، بدل أن تقدم هي التنازلات السياسية تحولت العملية عملية عكسية، بمعنى أنه كان وفد الحكومة أو وفد الشرعي في مفاضل جنيف في موقفها السياسي أقوى من ما هو الآن، لم يقدم تنازلات في جنيف واحد ولا جنيف اثنين ولا الكويت، برغم كان وضعها كان الحوثيين في عدن، كان الحوثيين في تعز مسيطرين عليها شبه كامل باستثناء حارات معينة، ومع ذلك كان وفد الشرعية أكثر ثباتاً وأكثر محافظة على الشرعية الدستورية وكل ما تحمله من مضمونات. الآن يحدث تقدم في الميدان لصالح المقاومة وصالح الشرعية، في المقابل هناك ضغط دولي أو تفريط سياسي من قبل المفاوضين الشرعية. أعتقد أنه في استدراج للوفد الشرعية حول مسألة أنه تصوير الحوثيين أنهم هم الرافضين للاتفاق، برغم أن الاتفاق يعني إذا ما تم فهو سيحقق الهدف السامي للتحالف الانقلابي. يعني أنت تتوقع أن الانقلابيين سيتعاملوا مع أي فرصة مشاورات جديدة بجدية وبإيجابية أكثر؟ نعم، وخصوصا الحل التوقيع الشامل هو في نوع من وهنا أختلف مع يسمح لي الدكتور أن أختلف معه، ما لدى السلطة الشرعية من ورقة قوية وهي مسألة الشرعية المنتخبة بمثلة الرئيس عبد الرب منصور هادي، فإذا ما ارتضى لنفسه أن يوقع على اتفاق لتشكيل حكومة بالإضافة إلى طي صفحة من خلال الشخص الذي سيتولى نائب منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، هنا ستطوى صفحة الرئيس عبد الرب منصور هادي وسيكتب التاريخ أنه بعد أن كان المرشح التوافقي الوحيد الذي سلمت له ثورة الشباب الجمهورية مؤسساتها العسكرية والمدنية سلمها إلى ميليشيات وانقلابين وخرج وعاش بقية حياته أو جزء منها في المنفى إن لم يحاكم. هنا يعني أتوقع قضية بعدين تسليم السلاح، أعتقد أنها أسطوانة قديمة سمعناها في صعدة في الحرب الأولى في 2004 إلى أن استمرت إلى ما وصل الحوثيين العاصمة صنعاء ومن ثم تجاوز الحدود باتجاه السعودية. قضية مجاراة الحوثيين وخطابات الانقلابيين في مسألة السلاح والضمانة، ما هو الطرف الثالث القادر على نزع السلاح من ميليشيات يعني اقتحمت المدن واستولت على الدولة بكل ما فيها في إطار أن التحالف لم يستطيع يرغمهم ولا المجتمع الدولي؟ في محاولة للتحايل على القرار الأممي، في محاولة أيضا لشرعنة الانقلابيين بمعنى أصح. نحن نعرف أن الدولة الآن أصبحت كثير من الميليشيات أصدر لها قرارات في الجهاز الدولة الأمني والعسكري والاقتصادي، فأي حل سياسي هو سيكرر التجربة اللبنانية. حاول وزير الخارجية الأمريكي أن يقدم طعم للسعودية بمعنى أن أي حكومة قادمة تضمن عدم امتلاكها سلاح يهدد أمن المملكة أو المياه الإقليمية. هنا في خطورة وتكرار التجربة اللبنانية، كل ما كانت المؤسسة العسكرية لأي بلد ما ضعيفة كانت نقطة القوة لدى الجماعات المسلحة الأخرى في إطار كانت خارج كيان الدولة، فتصبح الدولة في إطار الوصاية لهذه الكيانات. ونحن نلاحظ الآن حزب الله ما عمل في لبنان وما هو الحجم الحقيقي للجيش اللبناني. في المقابل أيضا العراق أصبح دولة ميليشيات، الميليشيات هي التي تحكم، فالسعودية أصبحت محاطة. بالنسبة لليمنيين أعتقد اعتادوا مراحل التبادل بين موازين القوى في فترات، إلا أن الإمامة يعني في مراحل يعني تراجع، يعني كان يقال أنه الثوار في العشرينات والثلاثينات إلى ثورة 48 كان عددهم في العشرات إن لم يكن بالكثير المئات، ومن ثم تحولوا من 1948 إلى 1955 الثورة أصبحت يعني ممثلة بحدود 5000 شخص، نحن 67 بحدود أقل من 100,000 يعني عدد الثوار في إطار مجتمع تربى أو ثقف على طاعة ولي الأمر باسم الحكم المقدس أو حق الحق الإلهي. ما أريد أن أقول أن يعني عملية التغيير الوعي السياسي والوعي المجتمعي وفاعلية المجتمع اليمني لم يعد يستصيغ أي حكم أو وصايا من أي طرف كان، سواء حزب شمولي أو ناهيك عن حزب عائلي أو غيره. نعم طارق، اسمح لي أعود للسيد جميح عبر الهاتف. سيد جميح، ما الذي يعني أن تشير الإحاطة إلى يعني ثبات المرجعية الثلاثة المنصوص عليها بالقرار الأممي، مع أن لهجة الإنقلابيين مؤخرا كانت قد بدأت يعني تعلن رفضها لهذه المرجعيات؟ أنا أعتقد أن التأكيد على المرجعيات جاء ردا على بعض التصريحات التي صدرت من هنا وهناك من قيادات في صف الانقلابيين، سواء كانت
تصريحات الرئيس السابق علي عبد الله صالح عندما قال بان المبادره الخليجيه قد انتهت وان الحوار الوطني ومخرجاته قد ذهبت وان القرار الدولي قد دفن وقبر، او تصريحات كثير من الحوثيين الذين اصلا لا يعترفون بالمبادره الخليجيه من اساسها، هم لم يعترفوا بالمبادره الخليجيه حتى هذه اللحظه وهي احدى مرجعيات الحوار. لكن طبعا غالبا ما تؤخذ تصريحات قاده معسكر الانقلاب على انها تتغير شيئا من ضبابيه الرؤيه وتتغير ان تخلق شيئا من الضبابيه حول رؤيتهم الحقيقيه بان يصدروا التصريح وعكسه في الوقت ذاته، او ان يقول فلان منهم شيئا ويقول الاخر شيئا اخر من اجل ان يخلقوا نوعا من البلبله حول حقيقه الموقف، والا فاننا نتذكر انهم ارسلوا برسالتين منفصلتين خطيتين عن المؤتمر الشعبي العام وعن الحوثيين الى امين عام المتحده في حينه قبيل مبادرات قبيل مخطوطات جنيف واحد يلتزمون او يعلنون التزامهم فيها بالقرار الدولي 22/16 ثم يعودون يقولوا كلاما اخر. لكن جاءت تصريحات ولد الشيخ البارحه لتضع الامور واضحه امامهم بان اي حوار سيكون ولن يخرج عن هذه المرجعيات لسبب بسيط وهو انه لا يمكن تجاوز هذه المرجعيات. نعم. لماذا؟ لانها قرار دولي صادر تحت فصل 7 في ميثاق الامم المتحده لا يستطيع احد ان يتجاوزه حتى لو كانت دوله دائمه العضويه في مجلس الامن، لا تستطيع لان هذا قرار صادر بفصل 7. ثم ان المرجعيه الاخرى المبادره الخليجيه هذه وقعت عليها الاطراف المختلفه الفاعله والمؤثره وعلى راسها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لا يمكن بعد ان اصبحت ايضا مرجعيه. من وجهه نظر اخرى ومرجعيه امميه. نعم سيد جميح، من وجهه نظر او من زاويه اخرى، هل تؤكد هذه الاحاطه والاشاره الى المرجعيات الثلاث، هل تؤكد على استمرار اجماع الموقف الدولي حول ضروره عوده الشرعيه الى اليمن والى العاصمه صنعاء تحديدا؟ انا في تصوري ان المجتمع الدولي ينظر لا يزال حتى هذه اللحظه ينظر الى ان ما جرى يوم 21 سبتمبر 2014 لانه مخالف لكل الاتفاقات وانه بشكل او باخر انقلاب حقيقي على الشرعيه، والامم المتحده لا تزال على موقفها ودول العالم لا تزال على موقفها، والدول الـ18 الرعاه للحوار لا تزال على الموقف ذاته. طبعا الحوثيون يحاولون ان يسوقوا هنا او هناك بان الحاصل عندما تكون بمسؤول هنا او هناك بانهم قد كسروا الحصار وبانهم قد تحصلوا على الاعتراف المطلوب كما ذهبوا الى العراق قبل يومين وقابل وعندما يقابلون مسؤولا روسيا هنا او هناك يوهمون بان ذلك اعتراف وهو ليس اعترافا لان العالم لا زال يعترف بالشرعيه، لكن علينا ان نعي بان الشرعيه هي ليست شرعيه اشخاص، هي شرعيه مؤسسات، مؤسسه الرئاسه ومؤسسه الحكومه، هذه هي مؤسسه البرلمان ايضا، هذه هي الشرعيات التي ينبغي ان ندافع عنها وينبغي ان نتمسك بها. الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي هو اليوم في السلطه واحدا سيكون خارجها، بمعنى اننا لا ينبغي ان نختصر الشرعيه في شخص الرئيس هادي او شخص الدكتور بن داغر او اي شخصيه اخرى، نحن نتمسك بشرعيه مؤسسات الدوله، وما شرعيه الاشخاص الا نابعه من شرعيه هذه المؤسسات القادمه من شرعيه الشعب نفسه. يعني دكتور، هل ما تذكره يؤيد بعض اقوال المتابعين يقولوا انه هناك اجتراح في الموقف الدولي بشان شرعيه الرئيس هادي؟ لا، إلى حد هذه اللحظة لم يتكلم أحد حول مسألة شرعية الرئيس هادي أو 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 أنه غير شرعي، لكن مؤسسة الرئاسة هي الشرعية والرئيس هادي هو ممثل هذه الشرعية، وبالتالي الذي أريد أن أقوله أن شرعية الرئيس هادي مستمدة من شرعية مؤسسة الرئاسة وليس العكس. لا ينبغي أن نقول أن الرئاسة مرتبطة ومختصة بالرئيس هادي وأن شرعية الرئاسة مرتبطة بشخصية شخص وهو كان رئيس الجمهورية، هذه الأمور ينبغي أن تكون واضحة. لكن حتى هذه اللحظة طبعا رئيس هادي رئيس منتخب، صحيح أنه انتهت الفترة الرئاسية المفترضة المؤقتة بسنتين، لكن معروف أن المبادرة الخليجية في آليتها التنفيذية نصت على أن يظل الرئيس هادي رئيسا للبلاد بأن ينتخب رئيس آخر، وإلى حد هذه اللحظة لم ينتخب رئيس آخر. نعم، ابقى معي سيد جميح. ايضا اعود اليك مطهر. مطهر، هل نجد رابط بين احاطه ولد الشيخ لمجلس الامن وبين اجتماع الرباعيه الذي تم في جده ولم يصدر عنه بطبيعه الحال بيان رسمي ولكن مؤتمر صحفي لوزيري الخارجيه الامريكي والسعودي؟
نعم الرابط موجود، والمحرك الرئيسي اتوقع بحسب ما أرى ويراه كثيرين أنها الأعمال العسكرية على الميدان، فمعلوم أنه كلما تقدمت المقاومة وحدث ضيق لدى الإنقلابيين تظهر مبادرات دولية في إطار لما يكون هناك متنفس للإنقلابيين وهم في عدن وهم في تعز، لم نسمع أي دور سياسي ولا دبلوماسي. الحديث وزير الخارجية الأمريكي تتالى في أو تزامن حديثه عن مبادرة في اليمن للحل السياسي، برغم أنه نعرف أنه كان في الكويت مجموعة الدول الثمان عشر دولة الراعي لمفاوضة الكويت وعلى رأس الولايات المتحدة، فشلت في إنجاز التعبير في إقناع وفد الإنقلابيين في التوقيع على تصور ولد الشيخ للحل السياسي الشامل، بعد أن كانت أقنعت وفد الحكومة الشرعية أنها إذا ما وقعت ستدين تحالف الإنقلابيين وسيكون هناك إجراءات عقابية يرغم وفد الإنقلابيين على التوقيع أو يعني مزيد من التصعيد تجاه تحالف الإنقلابيين. أتوقع أنه الحديث حول الحل السياسي كلما تقدمت المقاومة الهدف منها أيضا أضعاف جبهة المقاومة الشرعية، سواء الجنود والمقاومين في الميدان أو أيضا إرباك صانع القرار السياسي في المشهد اليمني. طبعا الأشخاص هم يذهبون ويبقون، لكن المؤسسات والمؤسسات بالأخير هي عبارة عن أشخاص، لم ننتخب يعني أو لم ينتخب اليمنيين دار الرئاسة ممثل في شخص المبنى أو شخص المؤسسة، بقدر ما ننتخب شخص وأدى اليمين الدستوري على أن يحافظ على البلد وأمنه واستقراره وأن يحفظ مكتسبات الشعب. هنا يعني ما يتم الآن من حديث حول المبادرة هي عملية انتقال أو إدماج الميليشيات في حالة لم تسبق لها مثيل، ذهب الحديث عن أي عقوبات في إطار أي عمل تقوم فيه أي جماعة أو أي حزب سياسي. يعني نسمع حتى على مستوى فرق أو مشجعي الأندية الرياضية، نسمع أنه تم توقيف نادي رياضي لمدة سنتين على المشاركة في الدوريات الرياضية وغيرها، وهنا يحدث انقلاب عسكري، يعني تفجير مؤسسات، اعتقال رئيس جمهورية، اختطاف رئيس الوزراء، ما زال هناك وزراء لحد الآن ما فيهم وزير الدفاع وشخصيات عامة، صدر قرار مجلس الأمن 22/16 على ضرورة إطلاق سراحهم. يعني صور لم يتقدم حتى الجانب الإنساني في مسألة جهود ولد الشيخ، استطاع الانقلابين ربط كل شيء ما فيها الجانب الإنساني، ملف المختطفين وملف الأسرى باتجاه كلها إلى ضرورة إزاحة الشخص الرئيس عبد الرب منصور هادي، ومن ثم يأتي حكومة ائتلافية هينة لا تعبر عن الشعب اليمني بقدر ما تعبر عن توافق متخاصمين. استطاعت هذه المفاوضات أن تجعل من الحكومة الشرعية عبارة عن خصم سياسي أو خصم عسكري وليست مجرد يعني مرجعي لليمنيين عموما وهؤلاء انقلابيين. نعم. طبعا أعود إلى السيد جميح. السيد جميح، هل تعتقد إلى أي درجة هناك ارتباط أيضا بين الإحاطة التي تبدو لدى بعض المتابعين أنها إيجابية لصالح الشرعية وصالح الدولة اليمنية عموما، هل تعتقد أن لهذه الإحاطة الإيجابية من وجهة نظر كثيرين لها علاقة بالتطورات على الأرض؟ واضح أنه على الأرض هناك تطورات لصالح طرف الشرعية أو صالح المقاومة الشعبية في نهم مثلا، في تعز، في الجوف أيضا. أنا أعتقد أنه ليس لها علاقة بما حصل من تقدم ميداني على الأرض خلال الأسابيع الماضية لصالح القوات الحكومية، لكن أظن أنه إعادة لتأكيد الموقف الدولي من الأزمة في اليمن، أنها أزمة بين قوات حكومية شرعية وبين حكومة شرعية وبين انقلابيين متمردين. هؤلاء يعولون على أن عامل الوقت ربما يحدث تغييرا في الموقف الدولي، ربما يحدث تغييرا في الموقف داخل التحالف العربي، وهم واهمون. وجاءت كلمات ولد الشيخ البارحة واضحة وصافية إذا وضع النقاط على الحروف، لأن كل ما كان من تأويلات ومن تفسيرات ومن محاولات إيهام للنفس يقوم بها الانقلابيين إنما هي مجرد أقاويل وقبض الريح إنجاز التعبير، وأنها ليس لها أساس، إنما يستخدمونها من أجل الترويج للداخل، من أجل دعم جبهاتهم الداخلية وخداع النفس. وإلا فالأمور واضحة منذ اليوم الأول، هناك انقلاب وهناك حكومة شرعية وتؤخذ الأمور على هذا الأساس. لكن هناك على المستوى السياسي نقطة أخيرة، قد تكون هناك يعني بعض الدول التي لها مناكفات معينة أو مصالح معينة
هي تعرف انها لا تستطيع ان تتعدى حدودا معينه فيما يخص القرار الدولي وقرارات الامم المتحده لانها مررتها ووافقت ضمنيا عليها، لكنها يمكن ان تلعب بما يمكن ان يكون من هامش من اجل خلط الاوراق ومن اجل ان تكون هناك نوع يكون هناك نوع من الربح والخساره، حساب الربح والخساره في ملفات. نعم، لكن سيد جميع هناك ايضا هناك نقطه اشار اليها بوضوح سيد ولد الشيخ في احاطته، وذكر مجلس الانقلابيين السياسي الذي اعلنوا عنه بعد دعوتهم من مجلس النواب، يعني ذكره لهذه النقطه وصفها بالعمليه الاحاديه التي تعيق عمليه السلام، هل تعني يعني قطيعه واضحه مع اي خطوات قد يقوم بها الانقلابيين في هذا الجانب؟ طبعا هذا الكلام الذي كان البارحه ليس جديدا، لان ولد الشيخ في الليله الاولى التي اعلن عنها اعلن الحوثيون وصالح عن تشكيلهم في هذا المجلس قبل ان يشكل، هم اعلنوا عن نيتهم تشكيل هذا المجلس قبل ان يشكل، في ذات الليله اعلن ولد الشيخ ان هذا العمل مرفوض وانه يخالف القرار الدولي 22/16 وانه يعني انتهاء لهذا القرار وللمبادره الخليجيه ولمخرجات الحوار الوطني. الموقف الاممي ينبغي ان نشير الى انه كان واضحا منذ اللحظه الاولى لتشكيل هذا المجلس، بل قبل تشكيل هذا المجلس منذ الإعلام عنه قبل أن يشكل، وبالتالي ليس هناك ما هو ما يمكن أن يفهم على أنه تغير في الموقف الدولي. هذه أشياء للأسف الشديد تطبخها مطالق الانقلابيين داخل ثم يسوقونها ويروجون لها، وبعد ذلك يتلقى الإعلام الآخر دون أن يدري ويسوقها أيضا. نعم، الكاتب والباحث السياسي محمد جميح كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك يا سيد محمد جزيل الشكر. أعزائي المشاهدين أستأذنكم في فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.